بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه بمناسبه نجاح العمليه الجراحيه التي اجراها جلاله العاهل الاردني سائلا سموه المولى عز وجل ان يديم على جلالته موفور الصحه والعافيه. وان يحقق للمملكه الاردنيه الهاشميه وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القياده الحكيمه لجلالته